في 85 تقريبا 86 بلشت الفكرة من مستشفى المقاصد، مجموعة من الأطباء، والفكرة كانت منها هي العمل التطوعي العام. في المرحلة هذه كان في نقص واضح وشديد، عدد كثير من القرى أصلا لا يوجد فيه خدمات صحية. كان عندما تتحدث عن لجان العمل الصحي، أنت تتحدث عن مؤسسة من أوائل المؤسسات التي أنشئت إلى حد ما بالأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل طوعي في البداية كان مشوارها مشوار تطوعي، وبالتأكيد من يستفيد من خدمات مثل هذه المؤسسات هم ذوي الاحتياج، الناس اللي بسكنوا في أماكن نائية من جهة، ذوي احتياجات خاصة من جهة، الفقراء من جهة، والفقر كثير في بلادنا. وصارت الفكرة أقوى في الانتفاضة الأولى، لما صار في عيادات أكثر، صار في كم هائل من المتطوعين. وشوي شوي صار عمل أكثر ترتيب، صار في مجلس إدارة وانتخابات داخلية وأعضاء أكثر، وصلت لحد ما صار عندنا حوالي 50 عيادة أو أكثر في الضفة الغربية وغزة. احنا جزء من استهداف الناس، الشعب الفلسطيني كله، من واقع الحياه اللي بنعيشها تحت الاحتلال كشعب احنا مش مرتاحين. يعني لما بدك تسال ليش تم استهداف كثير من الاشياء في بلادنا، حتى التاريخ استهدف والطبيعه استهدفت والتراث والساندويش والفلافل وال وال وال، شو ظل مش مستهدف لنا؟ اعتقد هو جزء من تدمير الوجود تاعنا وتشتيتنا. حتى لو بدي أفترض، لو بدي أفترض فرضا أنه الاحتلال يقول أن هناك أشخاص عندهم أعمال هي مجرمة بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية اللي هي يعني بأصلها هي تعسفية، ولكن دعني حتى أساير هذا الرأي وأقول بهاي المسألة. طيب أنت بتعاقب أفراد، ليه تعاقب مؤسسة؟ هذه مؤسسة فيها حوالي 300 موظف، أنت هنا تفرض عقوبة جماعية لا تمس فقط 310 عائلات تم موظفي مؤسسة لجان العمل الصحي، وإنما جمهور واسع جدا يحتاج خدماتها في كل الأماكن في الضفة الغربية، يحتاج خدمات هذه المؤسسة. العقوبة الجماعية على هذا النحو هي تشكل جريمة حرب، أكثر من ذلك هي تشكل انتهاك جسيم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. بالتالي حاجة شعبنا هي الأساس في هذا الموضوع، لذلك ما تم ضد لجان العمل الصحي أنا برأيي هو لجم دورها الأساسي الذي تقوم به، وهو دور تعزيز الصمود لشعبنا خصوصا في الأماكن المستهدفة من قبل الاحتلال، التي لا يروق للاحتلال أن أي مؤسسة أن تقوم بهذا الدور. يعني هم بيعرفوا أصلاً ما الأخص، حتى بالسياسة، إحنا عملياً لا نعمل بالسياسة، إحنا هيئة أو جمعية مهنية تشتغل في الطب لتقديم خدمات للشعب الفلسطيني، مش مرغوب هذا الشيء، غير مقبول لدى الاحتلال. الشيء الآخر، لا يحق لدولة الاحتلال أن تبط قانونها، ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، القانون الإسرائيلي، لا يحق لقوة الاحتلال أن تبط اختصاصها القضائي وقوانينها على الإقليم المحتل.
الضفة الغربية قطاع غزة بما فيها شرقي القدس هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، ولذلك مد القانون. أنت تتحدث هنا عن ضم رسمي وليس فعلي فقط، وبرأيي هذه مسألة مهمة جدا، وهذه رسالة لكل الشركاء في العالم أن يعودوا يفحصوا كافة الأمور وكافة ادعاءات الاحتلال حتى بما فيها المواد المقدمة أمام المحاكم، ليروا ليشاهدوا ليطالبوا. وأنا متأكد تماما إنهم سيصلوا إلى النتيجة الواضحة إنه هذا تعسف، وهذا يستهدف رسالة المؤسسة وترهيب العاملين في هذه المؤسسة. يعني شوف، شعوري مؤلم بصراحة، يعني أنا هيك متألم يعني متضايق من اللي شاهدته واللي بشاهده، إنك أنت أمام مؤسسة كانت عنوان، هي لا زالت في روحها هي عنوان مهم جدا في تقديم الخدمة المطلوبة، في تقديم برامج مختلفة والتفاعل مع المجتمع خصوصا المهمش والبعيد وفي أماكن مستهدفة. اليوم تشعر إنه مقومات المادية غير متوفرة لانطلاقتها لهذه المؤسسة، هذا شيء بزعل بحزن، ولكن في ذات الوقت يعني روح الموظفين والموظفات، روح الإصرار على الاستمرار بالمؤسسة، أنا برأيي هو بحد ذاته درس كبير لازم يستمر، لازم يدعم، ولازم نقف خلفه ولكن الطريق هذا لازم يتكمل. يعني حرام وعيب إنه نتخاذل هالقيد في هاي الوقت بما توفر، موجود كثير ولا قليل بدنا نكمل، اللي معانا بده يدعمنا، واللي بحبنا بده يدعمنا، واللي بكرهنا وهو موجود ومعروف، واللي بده يخلي معروف، وهذا قدرنا. احنا جزء من المجتمع، احنا مش جايين من فراغ ولا جاي من بره.